الممثلة مروة أنوار تتعرض لحادث سير وتحطم سيارتها، إليكم التفاصيل. أعلنت الفنانة مروة أنوار شقيقة الفنان خالد أنوار تعرضها لحادث سير وتحطم جزء كبير من سيارتها الخاصة، حيث نشرت على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام بخاصية الستوري علقت قائلة الحمد لله مع الصورة لسيارتها التي تحطمت. وكتبت مروة أنوار منشور عبر ستوري لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام: خضة ورعب، ربنا ما يكتبهم لأحد. في ثانية كانت كل حاجة حصلت وربنا كتب لنا عمر جديد أنا وأختي، إن إحنا قدرنا نخرج من العربية على رجلينا. وتابعت مروة أنوار: للأسف أخذت كل الخبطة في وشي وعيني، جسديا اللي حصل بسيط، كدمات وخبطات هتاخد وقتها وهتروح، لكن الحمد لله إنها جات فيا أنا مش في حد من أهلي، عشان ما كنتش هستحمل. ادعوا لي بس اتخطى ده في اسرع وقت عشان ما بعرفش انام من الخوف. للاشارة ان اخر اعمال مروة انوار مسلسل مليحة بطولة النجم دياب، وعرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته كلا من ميرفت امين، اشرف زكي، وعدد كبير من الفنانين من اخراج عمرو عرفة. مسلسل مليحة شارك في بطولته أمير المصري بدور علي طبيب أسنان، ومسلسل من بطولة أمير المصري دياب، أشرف زكي، ميرفت أمين، سيرين خاص، حنان سليمان، ومن تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة. مروة أنوار ممثلة مصرية من مواليد 13 يوليو عام 1999، شاركت في مسلسل عوالم خفية في عام 2018، ومسلسل نصيبي وقسمتك 3 في عام 2019، ومسلسل حكاية بنات جزء 4 في عام 2020.